أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. قال النووي هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة،
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل 10 أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام 10، وإن أفضل 10 ليال من ليالي المسلم على الإطلاق 10 ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين 10 أيام وبين 10 ليال، أفضل 10 أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل 10 ليال تلك التي كانت في رمضان في 10 الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام 10 من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام 10، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه 9، يعني 9 ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام 10 التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا 1000 مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام 10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات 5
من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم، من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن ستة أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم
أن يضحي بشاة عنه، دققوا، وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة، والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.